الرياضة منذ الصغر كالنقش على الحجر، هذا هو الشعار لكل محب لركل الكرة في الأيام الحالية، ليس بحثا عن ملايين الدولارات من عقود الاحتراف أو الرعاية التجارية، بل لتحريك الأجساد لبناء وضع صحي ولياقة بدنية مستقبلية. الهولندي المعتزل فاندر سار تواجد في دبي للتأكيد على هذه الرسالة بإقامة ملاعب كروية مغلقة داخل أحد المجمعات التجارية. قاعدين في مجمع حاولنا نخليها في يعني as flexible as possible، فالمباريات تبتدي كل ربع ساعة، فالأهالي ما تحتاج تنتظر، كل مباراة تبتدي مثل السينما، تروح كل ساعة ساعة ونص في فيلم بالسينما. احنا نفس الشيء، حكم في الملعب يشرف على اللعبة، وعندنا أيضا مساعد الحكم برا ينظم الفرق ويحاول يهدي الأولاد، يخليهم يعطيهم دافع إنه لما ينزل الملعب شنو أدوارهم في الملعب، ففي أكثر من طرف. الفكرة التي بدأت في الكويت وجدت طريقها إلى دبي، وفاندر سار بدأ متحمسا بملاعب تختلف عن تلك التي نشأ فيها مع أياكس الهولندي، إلا أن تطور التقنية وتحول الأطفال من الحواري إلى الألعاب الإلكترونية يستلزم بالضرورة حلولا مختلفة. سعيد بتواجدي في دبي ورؤية هذا المشروع، وأمل أن يستمتع الأطفال بممارسة كرة القدم. كرة القدم لم تعد مجرد ركلة للكرة أو متابعة لها على شاشات التلفاز، جميع أفراد العائلة قادرون على غرس حب اللعبة في نفوس النشء بعيدا عن التعصب بمختلف أنواعه. وحيد رزق المصري، العربية.